أهلا بكم مجددا وإلى التفاصيل. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي إنه لا صحة لما تردد بشأن تجميد عبد الله السعيد وأحمد فتحي لاعبي الفريق الأول بالنادي الأهلي بسبب ملف التجديد. وأوضح عبد الحفيظ أن الأهلي يتعامل مع لاعبيه باحترافية وبمنتهى التقدير الفني والإداري، خصوصا أصحاب الرصيد المميز من عناصر الفريق. وأكد عبد الحفيظ أن ما يتردد بشأن وجود نية لدى الجهاز الفني بتجميد عبد الله السعيد بعد مباراة منان الجابوني أمر غير منطقي ولا يستوجب الرد، خصوصا أن اللاعب يتعامل فنيا وإداريا بما يليق بقيمته ومكانته في الأهلي. وأضاف مدير الكرة أن الحديث في هذا الملف يشهد الكثير من الاجتهادات بشأن المفاوضات والتجديد، ولكن الأهلي لا يتعامل مع لاعبيه بالقطعة أو دون النظر لقيمتهم وما قدموه عكس ما يحاول أن يتوقعه البعض. أكد سيد معوض مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على جدية الاستعدادات التي يخوضها اللاعبون والجهاز الفني استعدادا لمواجهة منان الجابوني والمحدد لها الثلاثاء المقبل. وأوضح معوض أن الجهاز الفني أكد للاعبيه أن الفوز في مباراتي منانا هو الهدف الذي يخوض به الأهلي مواجهتي دوري 32 بدوري أبطال إفريقيا. وأضاف معوض أن الجهاز الفني يعلم أن مباراتي بطل الجابون ومن بعدهما لقاء إنبي المحلي خير ختام لمنعطف مهم من منافسات الأهلي هذا الموسم، قبل أن تشهد هذه المنافسات محطات أخرى في وقت لاحق. قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن الفريق سوف يطير إلى الجابون عبر رحلة ترانزيت لمدة ساعتين في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وأوضح عبد الحفيظ أنه قادم بالتنسيق لحجز الطيران من مصر إلى الجابون لتقليل وقت الترانزيت في إثيوبيا حرصا على راحة اللاعبين. وتقرر سفر سيد عبد الحفيظ قبل بعثة الأهلي إلى الجابون ب48 ساعة لبحث الترتيبات الخاصة بمباراة الأهلي ومنانا والاطمئنان على الحجوزات وملاعب التدريب والانتقالات. يخوض فريق منان الجابوني ميرانه الأول في 8 مساء اليوم على ملعب الأهلي بمدينة نصر، فيما يخوض ميرانه الأخير على استاد القاهرة غدا في 8 مساء. وكانت بعثة فريق منان الجابوني قد وصلت إلى القاهرة فجر اليوم استعدادا لمواجهة الأهلي على استاد القاهرة بعد غد في ذهاب دوري 32 بدوري أبطال أفريقيا. وكان في استقبال البعثة عمرو محسب إداري الأهلي الذي رافق الفريق الجابوني إلى فندق الإقامة. وصل طاقم تحكيم المالي الذي يدير مباراة الأهلي ومنان الجابوني في 8 من مساء بعد غد الثلاثاء في ذهاب دوري 32 بدوري أبطال أفريقيا إلى القاهرة مساء أمس. ويضم الطاقم كل من بوبو تراوري حكما للساحة ويعاونه موريبا دياكيتي وادريسا كاموري نياري. ويلتقي الأهلي مع منانا على استاد القاهرة بعد غد في حضور 5000 متفرج.
قرر المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة وهاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة حضور مباراة الأهلي أمام مونانا الجابوني في دوري 32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والمقرر إقامتها يوم الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة. وجاء قرار ثنائي من أجل مساندة الأهلي في بداية مشواره الإفريقي، خاصة وأن الأهلي هو حامل الرقم القياسي للفوز بالبطولة. أكد أحمد أيوب المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن الجهاز الفني بقيادة حسام البدري يدرس نقل ميران الأهلي غدا الاثنين خارج ملعب التتش. وقال أيوب إن بعض الإجراءات بملعب التتش قد تجبر الجهاز الفني على نقل تدريبات الفريق غدا خارج التتش إذا ما تطلب الأمر ذلك، وفقا لرؤية الجهاز الفني وحفاظا على حالة التركيز التي يعيشها اللاعبون في الفترة الحالية. ويختتم الأهلي ميرانه في 3:30 عصر غد الاثنين استعدادا لمواجهة مونانا الجابوني في 8 مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة ضمن منافسات دوري 32 لدوري أبطال إفريقيا. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا عبر الهاتف أمير هشام مراسل قناة النادي الأهلي. أهلا بك يا أمير. أهلا بك يا آيات، تحياتي ليكي وتحياتي لكل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان. أمير، عايزين نعرف أخبار تدريب الفريق النهاردة وأخبار المصابين والاستعداد لمباراة مونانا يوم الثلاث. طبعا النهاردة النادي الأهلي بيواصل استعداداته للمباراة المهمة في بداية بطولة دوري أبطال أفريقيا ومباراة الذهاب أمام فريق مونانا الجابوني إن شاء الله على استاد القاهرة يوم الثلاث القادم. فبالتالي النهاردة المران كان قبل الأخير بالنسبة للفريق، والاستعدادات خلاص على وشك النهاية للبدء في هذه البطولة الهامة جدا بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي. النهاردة المران ابتدى بالتحديد في تمام الساعة 4 عصرا، قبلها كان في زي محاضرة الكابتن حسام البدري مع اللاعبين واتكلم فيها عن أهمية هذه المباراة وأهمية البطولة بشكل عام، خصوصا أحد الأهداف المهمة دايما بالنسبة للنادي الأهلي هو الفوز بهذه البطولة. تعتبر بطولة من ضمن البطولات المفضلة بالنسبة للنادي الأهلي، وهي أكثر بطولة أهمية بالنسبة للنادي الأهلي وجماهيره. بعد طبعا المحاضرة على طول كان في المران واللي شارك فيه جميع اللاعبين المتاحين بالنسبة للجهاز الفني بشكل جيد جدا، واضح طبعا البداية الكبيرة جدا على وجوه لاعبي النادي الأهلي والتركيز الشديد إن شاء الله عشان تكون البداية قوية وتليق باسم النادي الأهلي وتكون دافع قوي جدا للفريق لمواصلة المشوار في هذه البطولة وتحقيق هذه البطولة الهامة جدا. لكن خلينا نتكلم بالتحديد عن فقرات المران. ممكن النهاردة كان في بعض التدريبات البدنية الخفيفة لأن خلاص يعني العادة التنازلي للمباراة، خلاص ناقص يوم بالضبط وتبتدي المباراة دي، فبالتالي تدريبات بدنية كانت تدريبات بدنية خفيفة، بعدها بعض تدريبات الكرة، ومع نهاية المران كان في تقسيمة شارك فيها جميع اللاعبين وظهروا بشكل جيد جدا بالتحديد مروان محسن وإسلام محارب ووليد أزار، وأدوا تقسيمة بشكل أكثر من رائع. أيضا كان في بعض التدريبات التكتيكية، كابتن حسام البدري يمكن اصطحب مجموعة من اللاعبين هم وليد أزارو ومروان محسن ووليد سليمان وجونيور أجاي وعبد الله سعيد لإجراء بعض التدريبات التكتيكية، واضح كابتن حسام البدري في شكل تكتيكي معين هيبتدي بيه هذه المباراة، وخصوصا إن أول مباراة على ملعب النادي الأهلي في استاد القاهرة، فبالتالي النادي الأهلي مطالب بإحراز العديد من الأهداف لتأمين موقفه في مباراة العودة. لكن بشكل عام الأمور ماشية بشكل جيد جدا بالنسبة للفريق، الحالة المعنوية والحالة النفسية بالنسبة للاعبين النادي الأهلي جيدة جدا، وكلهم لاقين إن شاء الله إن هم يشاركوا في المباراة يوم الثلاثاء إن شاء الله الساعة 8 مساء على استاد القاهرة، وتكون بداية قوية بالنسبة للاعبي النادي الأهلي. لكن فيما يخص حالة المصابين، خلاص يعني يمكن من أهم لاعبي النادي الأهلي في الفترة الحالية هو عبد الله السعيد. عبد الله السعيد النهاردة لليوم الثالث على التوالي بيشارك في التدريبات الجماعية بشكل جيد جدا وبيظهر بشكل مناسب سواء من الناحية الطبية من الناحية البدنية استعدادا لهذه المباراة، وأصبح خلاص متاح بشكل رسمي بالنسبة لكابتن حسام البدري في هذه المباراة. بنسبة كبيرة هو هيبتدي طبعا في التشكيل الأساسي بالنسبة للنادي الأهلي في مباراة يوم الثلاثاء إن شاء الله. بالنسبة لأحمد حمودي، أحمد حمودي لسه يعني بيعمل بعض التدريبات التأهيلية هو ومحمد هاني، يمكن أحمد حمودي كان عنده استواء في الكاحل، فبالتالي احمد حمودي مش جاهز خالص لهذه المباراه، بيتم تجهيزه لما هو قادم من مباريات سواء في بطوله الدوري مباراه انبي ان شاء الله يوم 11 او مباراه العوده ان شاء الله امام فريق مونانا في الجابون.
فبالتالي احمد حمودي لسه بيواصل بعض التدريبات التاهيليه. بالنسبه لمحمد هاني عنده كدمه في الركبه، ايضا بيواصل بعض التدريبات التاهيليه، وان شاء الله خلال يوم او يومين ان شاء الله يكون متاح بالنسبه للفريق، لكن ايضا في صعوبه للحقه بهذه المباراه. خليني اقول لك ايضا بالنسبه لباسم علي، باسم علي يمكن عنده شد في العضله الاماميه، فبالتالي باسم علي ايضا مش متاح للجهاز الفني في هذه المباراه، بيواصل ايضا تدريباته التاهيليه. ده بالنسبه للاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه، لكن بخلاف ذلك يمكن حسام غالي النهارده كان بيعمل بعض التدريبات في سايت الجيم، خصوصا هو عنده شد خفيف جدا في العضله الخلفيه. حسام غالي مش من اللاعبين المقيدين في القائمه الافريقيه، لكن بشكل عام بقيه لاعبي النادي الاهلي جاهزين بشكل كبير ان شاء الله ليخوض مباراه كبيره، وان شاء الله ان هم يقدروا يعملوا مباراه كبيره خلال اول مباراه امام فريق منانا، وتحقيق نتيجه ايجابيه بشكل مريح ان شاء الله قبل مباراه العوده، وتكون بدايه قويه باذن الله للفريق في بطوله دوري ابطال افريقيا في طريق ان شاء الله لاحراز البطوله رقم 9 في تاريخ بطولات النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. نتمنى لهم كل التوفيق إن شاء الله يوم الثلاث، وبشكرك يا أمير.